أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج فورتك، والتي نقدمها لكم تحت عنوان فورتك بالعربي. بما أن هذه هي الحلقة الأخيرة لفورتك لعام 2012، أحببنا أن تكون مميزة ومختلفة عن غيرها من الحلقات، أي أن جميع فقرات ضيوف ومضمون هذه الحلقة سيكون باللغة العربية. نتمنى أن تنال إعجابكم. أظهر آخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بأن نسبة المشاركة العربية أو المواقع العربية على الإنترنت لا تتجاوز نسبة 3%. من هنا قامت شركة مايكروسوفت للأبحاث من خلال فرعها في القاهرة بإنشاء موقع سيساهم في تعزيز وضع اللغة العربية على الإنترنت. تعالوا معي لنتعرف على محتويات هذا الموقع. مرحبا راني. مرحبا حمزة. راني، موقع أفكار، حدثنا أكثر عنه. إحنا في المكان ده بنحاول نحس بالمستخدم العربي، إيه الحاجات اللي بيعاني منها أثناء استخدام الإنترنت، وليه الاستخدام بتاع الإنترنت قليل للعربي، وليه المواقع الإلكترونية للعربي قليلة. ده شامل لكل الناطقين باللغة العربية، سواء المستخدم في البيت اللي بيحاول يستخدم الإنترنت كمبتدئ، المستخدم اللي عايش بره وما عندهوش حاجه يكتب بيها العربي، بنديله برضو حاجه نسهل عليه الكتابه باللغه العربيه، وكمان للناس اللي هم المحترفين اللي بيحاولوا يكتبوا عربي، بنسهل عليهم ازاي يكتبوا العربي ويضيفوا التشكيل ويقدروا يشوفوا التحليل اللغوي للغه العربيه. راني، هل لك ان تطلعنا اكثر على محتويات هذا الموقع بالتفصيل؟ نعم بالطبع. اول حاجه خالص اللي هو بيسموه اللي عليه الالف باء ده، اللي هو مارين سبيلر، ده مصحح املائي للغه العربيه. فاحنا عملنا المصحح الاملائي ده عشان يصحح الاخطاء الاملائيه. لو بتكتب على اثناء المحادثه يعني في الانترنت، او لو بتكتب زي ما بتكتب رساله او حاجه لحد بصوره رسميه. اللي بعديها اللي هي كلمات. كلمات ده عبارة عن لعبة احنا عاملينها لتعليم الشباب الصغير او الناس اللي هي بتحب تتعلم اللغة او تقوي اللغة عندها. فده موجود منه بلغات كتيرة، فاحنا فكرنا ان احنا نحطه باللغة العربية. فده مثلا بيديك مجموعة من الكلمات وتحاول تدور عليها في الحروف اللي موجودة هنا. هتلاقي في الانترنت زي دي مثلا لوحة المفاتيح، في أكثر الأوقات الناس اللي عايشة في الخارج أو اللي بتشتري أجهزة تلاقي معظمها ما فيهاش الحروف العربي. فبدأوا يخترعوا حاجة، عارف الناس كده بدأت تفكر إيه اللي نعمله، فعملوا لغة جديدة اللي بيسموها الفرانكو عرب، إن هم يكتبوا الصوت بتاع الكلمة إزاي بتنطقها بس بالحروف الإنجليزي. صحيح. فتلاقيهم يكتبوا مثلا مش عارف إيه، بس لما تيجي تقراها صعبة جدا، عارف لازم تكون بستهجى الحروف من الأول تاني. سهلة في الكتابة بس صعبة في القراية. فعملنا الحاجتين، ان احنا قدرنا ندي للمستخدم انه يقدر يكتبها، يعني بحيث انه يقدر يدخل ويكتب الحاجة، هو يكتب بالحروف الانجليزية وهي هتطلع بالحروف العربية. فمثلا هكتب مثلا اخبار، فهتلاقي هنا انا كتبها بالحروف الانجليزية فورا بتتحول للعربية. يعني مثلا العالمية هحط 3 بدل العين، العالمية. شوف جرب تعمل كده، العالمية مثلا، تبتدي ايه تروح مدخلها، هي بتاخد الحاجات دي كلها بتحلها وتحولها للحروف العربية. القراية بيبقى نفس الكلام، بس الفرق ان انت لو لقيت حد بعتها وكاتبها بالفرانكو عرب ده، مجرد بتحط الماوس عليها بتلاقيها هي اتحولت للحروف العربية لوحدها. مارين مالتلينجوال ده من يعني الصراحه من الحاجات المهمه جدا جدا، يعني لو واحد مثلا اللغه الانجليزيه بالنسبه له تعتبر لغه تانية ومش قوي فيها، بس مضطر يكتب رسائل مثلا 14 صفحه 15 صفحه، فبالنسبه له دي حاجه صعبه، لانه كل مره هو بيكتب في كلمات معينه هو مش عارف ايه الكلمه اللي يحطها في المكان ده. احنا وفرنا كل ده، بيكتب على طول، بيكتب مثلا انا بكتب I went، هجيب مثلا I went يعني دي معناها انا ذهبت، فهو بيكتب I went to، انا عايز اقول the library but انا نسيت كلمة المكتبة يعني ايه بالانجليزي. That's okay، اكتب المكتبة
ايفن مش لازم يغير الكيبورد، يكتبها باللي هي بيسموها الفرانكو عرب، بتتحول للعربي، وبعد كده في الاخر خلاص بعد ما يخلص الدوكيومنتس وكل الكلمات يسيبها يحطها في مكانها زي ما هو عارفها كده. انا عارف دي اسمها المكتبه بالعربي، مش هقعد افكر اسمها ايه بالانجليزي. وفي الاخر بيحول كل ده لانسب كلمه في المكان ده، بيبص للمحتوى كله وهو يغير لك كل الكلمات. and met وفر... انا نسيت المحافظ يعني ايه، فبكتب المحافظ وبرده بتاخد حروف فهو بيحولها. مجرد ما تكتب ترجم هتبص تلاقي ان هي اتحولت كلها. I went to the library and met the governor. طبعا انت ممكن تكتب document، يعني ممكن تكتب الرساله كلها بالمنظر ده، تطلع 20 صفحه 30 صفحه 100 صفحه، وكل ما تقف معاك كلمه بس اكتبها بالفرانكو عرب واكتبها زي ما انت عارفها باللغه بتاعتك، وهو في الاخر خالص هيظبط لك كل الكلام. مارين مورف اللي هو بيحول لكل التصريفات للغه العربيه، ده من الحاجات المهمه جدا اللي احنا قدرنا ننتجها اخيرا في معهد الابحاث بتاع مايكروسوفت اللي في القاهره. ده لما بتتك على كلمة معينة بيقدر يديك كل التحليلات الصرفية للكلمة دي. زي ما احنا عارفين ان التشكيل مهم جدا في اللغة العربية، فمعظم الكلمات انا ما شفتش مكان مثلا بيكتب الحاجات مشكلة، فده بيخلي الواحد يعني بيبتدي يعني يخلي الواحد يقعد يفكر هل الكلمة دي معناها كذا ولا معناها كذا، ويبتدي يفكر لازم يبص للجملة كلها عشان يبتدي يعرف الكلمة دي التشكيل بتاعها شكله ايه. فده بيحط التشكيل على طول. فهنا زي ما تشوف كلمة المستخدم، ممكن تمشي المستخدم أو المستخدم، فهو بيحط كل أنواع التشكيل الممكنة على الكلمة دي، ولما بتقف عليها بيكتب لك الترجمة بتاعتها، وبعدين لما بتتك على الكلمة يطلع لك كل التصريفات بتاعتها. شهدت الأسابيع الماضية فعاليات أيام الإنترنت العربي، وهي مبادرة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت. كاميرا فورتك جالت في بعض الدول العربية واستطلعت آراء عينة عشوائية بالمحتوى العربي على الإنترنت. ملاحظ انه ما بلاقي ريزلتس بالعربي كافي او كتير مثل ما بلاقي ريزلتس بالانجليزي. كل السيرش يلي بعمله بالانجليزي هلأ ريسنتلي بعد ما انتقلت لهون على الوطن العربي، يعني احيانا بعمل سيرش بالعربي بس على اشياء كتير 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 بتكون سبيسيفيك عربي. مبادرة أيام الإنترنت العربي مبادرة بدأت من خلال شركة فاين لاب اللي شركة اللي أنا بمثلها وشركة يملي اللي بمثلها حبيب حداد، وهدفنا كان بهالمبادرة هي سد الفجوة بين عدد المستخدمين العرب للإنترنت وحجم المحتوى العربي على الإنترنت. هي فكرة أيام الإنترنت العربي إن إحنا نشجع المستخدمين إن هم يرفعوا محتوى بالعربي. احنا لقينا ان في مواهب كتير قوي في العالم العربي وفي محتوى كتير بس مش موجود على الانترنت، فاحنا كجوجل كشركة جوجل احنا هدف بتاعنا ان اي حد يستعمل الانترنت يلاقي ان الانترنت فيها المعلومات المفيدة بالنسبة له. والله هو الكونتنت بالعربي على الانترنت كويس قوي، بس في حاجات كده زي المنتديات والحاجات دي مش بتعجبني يعني بالعربي، لانها مش كاملة او مش بتوصل صورة مفهومة قوي للناس اللي بتقرأ. انما الانجليش او كونتكست الانجليش عامه الناس لما بتيجي تعمل سيرش بالانجليش الموضوع بيبقى كامل يعني. بصي عاده بيبقى كله منتديات وكده، فالمنتديات مش بتبقى حاطه حاجات بتفيدنا قوي، بيبقى كل واحد بيحكي القصه بتاعته، لكن بالانجليش بيبقى في مثلا موسوعات او معلومات حقيقيه يعني ينفع تستفيدي منها ابحاث او كده، لكن كل بالعربي تلاقي منتديات واحد يقول لك مثلا انا سافرت انا عملت انا، بيحكوا يعني كل واحد بيحكي التجربه بتاعته، دي مش حاجة بتفيدني في الجامعة أو أيًا كان يعني الموضوع اللي أنا بفكر فيه يعني. نحن نحرك في قلب العرب، نبعد عن عقدة الخواجة، نبتدي نبقى فخورين شوية بلغتنا العربية. لو تبص على البلاد اللي أنا بشتغل فيها، كل البلاد دي بيتكلموا ما بينهم وبين بعض على الانترنت بلغتهم هم الشخصية. فحبينا بهالمبادرة أن نزيد التسارع، نشجع أكتر ناس
قدر الامكان انه يتعلموا السبل لحتى نشر المحتوى العربي على الانترنت، لانه طبعا فيها زياده للمعرفه، فيها زياده لفرص حتى الانتاجيه من الشخص حتى ببيته ممكن يقدم هالمحتوى كله. اي شخص عنده اي قابليه للكتابه، قابليه للتمثيل، قابليه لاي ابداع ممكن يعملوه على الانترنت، مش محتاج اي حدا يتعامل معه لحتى يعمله. تبين إحصاءات إنترنت وورد ستاتس بأن عدد المستخدمين للإنترنت الناطقين باللغة العربية بلغ حوالي 90 مليون مستخدم، من بين حوالي 223 مليون و600 ألف نسمة يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب إحصاءات عام 2012. لكن دعونا نتوقف سريعا عند عدد المستخدمين في بعض من الدول العربية. مثلا تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول ب 13 مليون مستخدم، تأتي بعدها سوريا ب 5,069,418 مستخدم، المركز الثالث كان لليمن ب 3,691,000 مستخدم، أما أدنى استخدام كان للبحرين ب 961,228 مستخدم. قد يتساءل البعض ما هي أكثر المواضيع أو الكلمات بحثاً على الإنترنت. مثلاً في المملكة العربية السعودية أكثر المواضيع بحثاً كانت نتائج الطلاب، فيما تحتل أحداث بورسعيد المركز الأول في مصر. أما أكثر الشخصيات بحثاً على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ويتني هيوستن، وفي مصر أسامة أنور عكاشة. أما أكثر الشخصيات الرياضية بحثاً على الإنترنت مثلاً في السعودية كان لاعب كرة القدم كاكا، وفي الإمارات العربية المتحدة كريستيانو رونالدو. الفيسبوك كان له نصيبه أيضاً من الإحصاءات. مثلاً هكذا بدت خارطة استخدام الفيسبوك بحسب سوشيال بيكرز في شهر نوفمبر الماضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما عدد الذين يسجلون حسابات جديدة على الفيسبوك كل دقيقة هو 21 شخصاً. ويبدو أن الرجال يستخدمون الفيسبوك أكثر من النساء. نسبة الرجال 65% ونسبة النساء 35%. اليوتيوب أيضاً كان له نصيبه من الإحصاءات. عدد المشاهدات اليومية في الشرق الأوسط 240 مليون مشاهدة، وهو ثاني أعلى معدل في العالم. وحدها المملكة العربية السعودية 190 مليون مشاهدة، فيما يتم رفع ساعتين من الفيديو كل دقيقة. في المملكة العربية السعودية يبلغ متوسط عمر الذين يستخدمون اليوتيوب هو 33 سنة، أما في مصر 35 سنة. ورغم كل هذه الإحصاءات والأرقام، لا يتجاوز المحتوى العربي على الإنترنت 3%. عدد كبير من الأشخاص ساهم في فعاليات أيام الإنترنت العربي من مختلف الدول في العالم في محاولة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت. أنيس لديه مجموعة من هؤلاء الأشخاص الذين ساهموا أيضا في هذه الفعاليات. نعم بالفعل يا نسيم، معي اليوم طارق منصور وهو مؤسس موقع آيفون إسلام، وأيضا معي الأستاذ أنس معراوي وهو مؤسس موقع أدرويد.com، وأيضا معي الأستاذ محمد البسيمي مؤسس موقع Gaming.net. أنتم تعملون على تطوير المحتوى العربي بشكل أو بآخر، ما هي حجم النجاحات التي حصلتم عليها وكذلك الصعوبات؟ طبعا تعرفوا انه موقع آيفون إسلام ابتدى بعد ظهور الآيفون، وكانت البداية على الانترنت كان مقصود بها تعريف المستخدم العربي ازاي يستخدم اجهزة السمارت فون اللي ابتدت ثورتها من بداية جهاز ابل اللي هو الآيفون. العمل على الانترنت ممكن يطلع منه نجاحات كبيرة، واحنا طبعا شفنا، وفي الوطن العربي ممكن يطلع نجاحات كبيرة جدا، وان شاء الله في القريب جدا هيكون في نجاحات عالمية للشركات العربية على الإنترنت. نعم الأستاذ أنس، هل لديك تعليق على هذه النقطة؟ طبعا أنا برأيي أي نجاح بالنسبة للمحتوى العربي أو بالنسبة خلينا نحكي على الويب العربي بشكل عام هو مرتبط بشكل مباشر بجودة المحتوى. طالما في عندك محتوى عربي جيد
وهو بالمناسبة نادر خاصة في بالعالم التقني. يعني بالنسبة لعنا لموقع أردرويد يعني الحمد لله كان في نجاح مهم لسببين. السبب الأول إنه نحن افتتحنا الموقع ببدايات نظام تشغيل أندرويد، مثل ما بتعرف الموقع متخصص بنظام أندرويد من جوجل. تاني شيء اعتنينا واهتمينا كتير بتقديم محتوى عميق. يعني نعم أستاذ محمد، أنتم في موقع ترو جيمينج تركزون على مراجعة وتقييم لألعاب الكمبيوتر، أعطينا فكرة عن هذا النشاط وعن النجاح الذي حققته حتى الآن. الحمد لله في موقع ترو جيمينج يعني هو واحد يمكن أول موقع إعلامي متخصص بألعاب الفيديو، وبدأنا يعني من فترة طويلة عام 2004. وأتفق مع الشباب أن المسألة هي مسألة مو فقط أنك تقدم محتوى، لكن كيف هي طريقة المحتوى. لذلك في أسلوب وفي أيضا جودة في تقديم المحتوى، والحمد لله يعني أنه سوق ألعاب الفيديو سوق نامي جدا وكبير، فإحنا نمينا معه أيضا، طورنا محتوياتنا من فترة طويلة. كنا نبدأ محتوى النصي اللي هو عبارة عن مقالات وكتابات ومنها المراجعات أكيد والاستعراضات وإلى آخره، ثم انتقلنا إلى محتوى الفيديو والمحتوى الصوتي، وكنا من أول الناس اللي نقدم هذا النوع من المحتوى باللغة العربية. نعم الأستاذ طارق، أنتم تقومون أو قمتم على مدى السنوات الخمس الماضية بتطوير العديد من التطبيقات، بعضها مجاني وبعضها مدفوع، أعطنا فكرة عن حجم الإقبال على المحتوى العربي أو التطبيقات باللغة العربية حاليا. طبعا الإقبال باللغة العربية، المستخدم العربي عنده المحتوى العربي قليل جدا، في سواء في متجر التطبيقات وعلى ما أعتقد في الأجهزة السمارت فون التانية. عدد المطورين العرب لسه عدد يعني لا يقارن بعدد المطورين الأجانب، فخيارات المستخدم العربي محدودة جدا أما يكون عايز يختار تطبيق عربي. يعني زي ما أنس قال، الفكرة مش فكرة محتوى، الفكرة فكرة جودة المحتوى. من ناحية إقبال المستخدم العربي، فالمستخدم العربي مقبل على التطبيقات لأنه الجودة بتاعتها عالية، لكن مسألة شراء التطبيقات المدفوعة الثمن فلسه السوق العربي محتاج ثقافة في كيفية الشراء. هو عنده استعداد أنه يشتري تطبيقات، لكن لسه ما عندوش استعداد أنه يتعلم إزاي يقدر يدفع وسيلة دفع، يعني زي الفيزا، زي كروت آي تيون، زي أنه يربط حسابه بجوجل علشان خاطر يقدر يدفع ثمن التطبيقات. أستاذ أنس، أنتم تعملون على بيئة مختلفة، طارق يعمل على آيفون، أنتم تعملون على أندرويد، هل لديك تصور مختلف ولماذا اخترت أندرويد كبيئة بعيدا عن آيفون؟ لا، بالبداية بالنسبة لفكرة التطبيقات بشكل عام ما في تصور مختلف. يعني مثل ما قال طارق، التطبيقات مثل الكونتنت الأونلاين اللي بتقراه على الويب بتتميز بالجودة وبالمحتوى المهم، يعني فكرة التطبيقات مشابهة. في فارق بسيط بين أندرويد وآيفون بالنسبة للتطبيقات العربية تحديداً، انه لسه اندرويد تقريبا يعني التطوير باللغه العربيه في اقل. استاذ محمد، انتم العام الحالي لاحظتم اهتمام شركات دوليه باصدار نسخه عربيه من العاب الفيديو، اخبرنا عن هذا التوجه الجديد وكيف يمكن ان ينعكس على بيئه العاب الفيديو في العالم العربي. بالطبع تطوير الألعاب في العالم العربي يعني بادي، نشوف يعني كنا نشوف من فترة أنه تطوير الألعاب عبارة عن تطوير ألعاب بسيطة، خصوصا الألعاب اللي تبدأ من صفر، تكون ألعاب متصفح أو ألعاب فلاش، ألعاب بسيطة ممكن يشتغل عليها تيم صغير وقليل الخبرة. لكن حاليا الألعاب اللي يعني تطور خارجيا في استديوهات التطوير الكبيرة كانت دائما تجينا باللغة الإنجليزية، خصوصا على أجهزة الألعاب المنزلية. الآن صار في توجه دعم اللغة العربية بشكل كامل في اللعبة، وكانت يعني السنة الماضية شفنا بدايات يعني ظهور هذا التوجه في الألعاب، ولقينا شركات كبيرة تقدم اللغة العربية صوتا ونصا ومحتوى أيضا. يعني شفنا معلقين كرة قدم عربي يدخلون في ألعاب كرة القدم، شفنا الأفرقة العربية تدخل في ألعاب كرة قدم، فنقدر نقول أن بدأ الالتفات للمحتوى العربي، وصار يعتبر الشرق الأوسط وخصوصا منطقة الخليج العربي من الأسواق الناشئة واللي عليها تركيز كبير في الفترة القادمة. وأيضا لقينا أن هذا التوجه راح يستمر وأن لاقى نجاح من خلال إعلان أن مجموعة كبيرة من ألعاب السنة القادمة راح تصدر باللغة العربية. شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا. شكرا لك. شكرا، سعدنا بلقائك. اهلا وسهلا. شكرا.
فاللغة العربية طبعا لغتي الأم ومهمة بالنسبة إلي ولتقريبا 359 مليون عربي. من خلال تجربتي على المواقع الاجتماعية لاحظت عدم وجود اللغة العربية فيها، وأنا من زمان مهتم باللغة العربية كمحتوى على الانترنت، وللأسف المحتوى العربي الإلكتروني كتير قليل. فطبعا من خلال المواقع مثل twitter.com أو t.com ما كان موجود اللغة العربية كلغة أساسية فيها أو حتى نهائيا. فحاولت أدور على مثل مبادرات أو مثل يعني مواقع انه بتدعم اللغه العربيه اللي تكون متوفره الكترونيا، هيك مواقع، وكان من ضمنها التغريدات. مبادره التغريدات هي كانت اول المهتمين باثراء المحتوى العربي الالكتروني على الانترنت، فاشتركت معهم وكان على طول يعني اول مشروع وفروا لنا اللي هو مشروع تعريب تويتر بالتعاون مع twitter.com طبعا. وخلال فترة قصيرة على شهر 2 من 2012 نزلوا اللغة العربية بمركز الترجمة وبلشت ترجمة. الترجمة بتكون مصطلحات تويتر المعروفة، يعني مثلا بدنا نترجم جمل أو كلمات، مثل إنه ترجم كلمة تويت صارت ترجمها لكلمة غالب من خلال معجم موجود هو أصلا موفرينه من خلال مدى التغريدات اللي هو معجم تطوعي عملناه. مثلا الهاشتاج صارت كلمة الوسوم. في عندك اللي هو compose new tweet، أرسل تغريدة جديدة، وهكذا يعني. طبعا بعد ما خلصنا تعريب تويتر المبادرة التغريدات صارت تتعاون مع عدد من الشركات الكبيرة، واللي حسينا احنا كمان فعلا في نقص فيها اللي هي مثل ويكيبيديا، مثل ted.com. ويكيبيديا اللي هو الموقع الموسوعة الحرة اللي تحتوي على المقالات لكل المعلومات اللي بدنا اياها، وطبعا معروف انه المقالات اللي هي باللغة العربية كتير عددها قليل. فكانت التغريدات عم تعاون مع الموقع لحتى تساعد انه بترجمة بعض المصطلحات وتوفير معجم عربي الكتروني. وطبعا اي واحد عنده مقدرة يقدر يضيف مقالات او يترجم مقالات من اللغة الانجليزية او اي لغة اخرى الى اللغة العربية. نفس الشيء صار مع موقع ted.com، كمان كان احد مشاريع التغريدات. ted.com معروف، او ted بشكل عام معروفة اللي تنظم محادثات ted في كل انحاء الوطن العربي، اللي هي TEDx، صارت TEDx ابو ظبي او TEDx دبي مثلا. المحادثات هي كلها بتستضيف اشخاص عندهم افكار تستحق الانتشار، وهو هذا الشعار تبع الموقع اللي هو باللغه العربيه. فعلى الموقع نفسه موجوده المحادثات كامله بس باللغه الانجليزيه. فبلشت التغريدات انه بالترجمه، فقررنا انه نترجم على لنا نحط سبتايتلز اللي هي ترجمه الفيديوهات كلها للغه العربيه مشان نوفرها لكل المستخدمين العرب اللي يستفيدوا منها. أترككم الآن مع هذا المقطع من موقع يوتيوب. Come back to me, I work for you, I love you. Thank you, Hachi.